اهلا فيكم فيديو جديد. كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. جاتكم فيديو جديد، واليوم راح نشوف الفيديو الاول لكلمات متكرره بلغه التركيه، او يعني الكلمات اللي بنقولها مرتين يعني بتشوفوها كثير بالمسلسلات وهيك. فخلينا نبلش. فقبل ما نبلش بالفيديو حبيت لكم او تقولوا لي رايكم كيف شكل المكان، هيك افضل اعمل فيديوهات هيك. خبروني بالكومنت لحتى اعرف، لانه كمان هذا الفيديو بلشته لانه سالتكم بالفيديو الماضي قلت لكم بعملهم او لا فوافقتوا وهيك. فبلشنا نجيب معدات. هلا عم صور بالتريبود لحتى تيجي الصوره فيكس هيك افضل. فشو رايكم؟ حبيتوا المكان هيك؟ طلعوا هذا حيواني الاليف. هذا حيواني الاليف. لك شوف فيهم هيك، لا طالع راسك. يعني المهم خلينا نبلش، نرجع للغه العربيه الفصحى. فالكلمات المتكرره في اللغه التركيه عاده عندما نريد تشديد على معنى صفة أو حال في اللغة التركية، عادة ما نلجأ إلى تكرار الكلمة بشكل متتالي أو على التوالي. حسناً، فمثلاً يمكننا أن نعطي كمثال: بياز بياز ديشلار، بياز بياز ديشلار، أسنان ناصعة البياض. ذكرنا بياز مرتين يعني أنها ناصعة البياض، بياز بياز أبيض في أبيض. واو، اوكي، اذا هذا يعني انها ناصعه البياض، بياض بياض ديشلار، اسنان ناصعه البياض. صار صار كوملار، صار صار كوملار، رمال صفراء للغايه. صار صار كوملار، رمال صفراء فاقعه، يعني فاقعه اللون الاصفر. واو. صار صار كوملار. أو مثلا سجاك سجاك تشيريكلار، سجاك سجاك تشيريكلار، فطائر ساخنة فعلا أو ساخنة جدا، يعني هكذا اشتريتموها من الشارع ساخنة سجاك سجاك تشيريكلار، فطائر ساخنة فعلا يعني ساخنة جدا جدا. سجاك سجاك تشيريكلار، فطائر ساخنة فعلا. مثال آخر مثلا أظن أظن يولار، أظن أظن يولار، طرق طويلة فعلا يعني طرق طويلة جدا. أظن أظن يولار، طرق طويلة فعلا. أظن أظن يولار. أو مثلا آه تازي تازي يمرتلار، بيض طازج فعلا، تازي تازي يمرتلار، بيض طازج فعلا، وهكذا. إذا سوف نبدأ الآن بالكلمات التي نكررها التي نكررها عادة في اللغة التركية ونلاحظها كثيرا في المسلسلات. فهيا لنرى. ملاحظة قبل الكلمات، أعتذر اليوم تحدثت كثيرا قبل البداية بالكلمات. عادة هذه الكلمات المتكررة نذكرها دائما في بداية الجملة ثم نقول الشيء الذي نريده. لاحظتم مثل الأمثلة؟ فالآن نبدأ بالكلمات. مثلا أجل 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 أجل، بعجلة. مثلا أجل أجل جيت، أجل أجل جيت، ذهب بعجلة يعني ذهب مسرعا جدا. أجل أجل بعجلة. أضم أضم، خطوة بخطوة أو خطوة خطوة. أضم أضم، أضم أضم، خطوة خطوة، أضم أضم. أركا أركايا، أركا أركايا، ظهر لظهر أو خلفا لخلف أو على التوالي. حسنا، هذه الكلمة تعبر عن جميع هذه المعاني. المهم دائما شيء خلفك، خلف ظهرك مثلا، أشياء كهذه. المهم فهمتموني. أركا أركايا، ظهرا لظهر، خلف لخلف أو على التوالي. أيرل 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 أيرل، بشكل منفصل أو بشكل فردي. أيرل 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 أيرل، بشكل منفصل أو
أو فردي بشكل منفصل أو فردي. ايرل ايرل، أليف أليف، أليف أليف، مشتعلا أو ملتهبا. أليف أليف، مشتعلا أو ملتهبا. أليف أليف. أزار أزار، أزار أزار، قليلا. أزار أزار، قليلا. أزار أزار. والكلمة التالية تستعمل كثيرا، بارا بارا، صارخا. بارا بارا، صارخا. بارا بارا، مثلا الشخص ما تسمعون صراخ وشيء كهذا هناك، فتقول، وأنت تعرف من دخل إلى هناك، فيأتي شخص ويقول لك ما الذي يحدث وكذا وكذا، فتقول له علي اتشارد بارا بارا كنوشيو، علي في الداخل يتحدث صارخا. أوكي، هكذا. بار بار تستعمل مع كلمة الصياح، فهي تفيد أن الصياح مازال مستمر وغير متقطع. فقبل قليل قلنا بارا بارا صارخا، يعني يتحدث بصراخ وضجيج، فالآن هذه كتأكيد على أن الصراخ والصياح مازال مستمر. بار بار. بش بشا، بش بشا، وجها لوجه أو بمفردنا مثلا. بش بشا، وجها لوجه أو لوحدنا بمفردنا. أوكي، لأنه وجها لوجه هناك أيضا كلمة يز يزة، يز يزة، وجها لوجه، يز يزة، وجها لوجه، يز يزة. بلا بلا، عن قصد أو عن عمد. بلا بلا، عن عمد أو عن قصد. مثلا سبق واستخدمناها في كلمات أو عبارات يومية، بلا بلا يا بطن بونو، فعلت هذا عن قصد، أو فعلت هذا عمدا. بلا بلا يا بطن بونو، لاحظتم؟ هكذا. إذن بلا بلا، عن قصد أو عن عمد. بيرار بيرار، بيرار بيرار، واحدا واحدا. بيرار بيرار، واحدا واحدا. كذلك يمكننا أن نستعمل إكشار إكشار، اثنان اثنان، هكذا. فمثلا في المدرسة يقول الأستاذ للطلبة أو للتلاميذ أن يدخلوا اثنان اثنان، إكشار إكشار. أوكي. ال 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 ال، يدا بيد، أو هكذا. ال ال، يدا بيد. ال ال. برم برم، كثيرا، وعادة يستعمل عند كثرة سقوط الثلج أو كثرة الدخان، فنقول برم برم تعني كثيرا. برم برم، برم برم. تشيفتار تشيفتار، تشيفتار تشيفتار، بشكل زوجي أو على شكل أزواج. تشيفتار تشيفتار، بشكل زوجي أو على شكل أزواج. تشيفتار تشيفتار. همان همان، همان همان، هذه تعني تقريبا على مقربة، حوالي، حالا. همان همان، همان همان، حالا، على مقربة أو تقريبا. همان همان. هزلة هزلة، هزلة هزلة، بسرعة. هزلة هزلة، بسرعة. هزلة هزلة. جزلة جزلة، جزلة جزلة، بسرية أو بخفية. مثلا نسمعها كثيرا في المسلسلات، نابيوسونوس جزلة جزلة، ماذا تفعلون بخفية أو بسرية؟ جزلة جزلة، بسرية أو خفية. فلان فلان، كذا وكذا أو ما شابه. فلان فلان تعبر عن كذا وكذا أو كلمة ما شابه. فلان، إذن فلان فلان كذا وكذا. فلان فلان. فرل فرل، فرل فرل، تعني أو تعبر عن شيء يدور دورانا سريعا جدا وكليا. فرل فرل، فرل فرل.
Güle güle. Bilhenai ve sürur. Güle güle. Bilhenai ve sürur. Mithle ma nekuluhu indema nati hediye. Güle güle kullan. İstemilha bilhena. Hakeza. Güle güle. Bilhenai ve sürur. Gece gece. Gece gece. Leylen av bimana muntasaf el-leyl. Gece gece. Leylen av muntasaf el-leyl. مهم عندما أقول ليلا يعني وقت متأخر جدا جج جج أو كذلك صباح 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 الباكر هكذا صباح صباح جرينا 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 بافتخار جرينا جرينا بافتخار. هذه كانت آخر كلمة في فيديو اليوم، أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم من هذه الكلمات. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.